خرجتي علاش ميني البوم؟ وي ميني البوم هذا خرجتي امتى خرج هذا؟ صار له تقريبا شي اقل من شهر يعني 20 يوم ممكن. والكليب عجبني بزاف ديال ما بعرف حبيته زوين عجبني فكره جديده فكره زوينه. دابا انت فيك في شي 3 ولا 4 شهر كانوا فيك بالكليب في 12 واحد سعد رمضان او 13 واحد بس بالكل شيء كنت عم بعمل قبل الالبوم ما ينزل كنت عم بنزل مثلا اذا بدي اقول اسمعوا غنيتي الجديده كنت عم بعملها بطريقه انه 3 او 4 سعد رمضان عم بيقولوا نفس القصه. هيدا اللي اشتغلنا عليه قبل الالبوم يعني اللي كان ينزل ما كنا حابين ننزل شيء اوريدي نشاف يعني او اوكي انا بس اسمع غني كذا شيء جديد حيادي 1 2 3 بدي منكم كلكم تسمعوا تفك ثلاثة الالبوم الجديد ما بعرف على قناة روتانا على يوتيوب على أنغامي وعلى كل إذاعات الراديو. حبكم كتير سعد رمضان لا بعرف يلا عيدوا زوينة هذه فكرة واعرة فكرة زوينة يا أخويا شكرا علاش يا حيت انتحس انت بتعرف انه هذا الكليب كله صورناه بالبيت تبع وسام الكليب تبع غنيت ما بعرف صورناه كلياته بالبيت تبع وسام في الدار في الدار اللي كانت فوق استوديو اللي صورت فيه الكليب مع الدوليه فوق استوديو فادي حداد حيت واحد الحاجه واعره كانت وقعت لي مشيت لبنان مشيت نصور كليب مع الدوديه رونديفو مشيت نصور معها قلت كان يجي وكان خاصني نشوفك استوديو اللي صورت فيه في السوسول ديال العماره اللي سكن فيها وسام اللي سكن فيها وانت كنتي معاه الفوق صح وما عرفتش الاخر شكون كان معاك كان معك صابر كان معك صابر الرباعي كان معاه حتى هو صح وانا كنهضر مع سعد وهما الفوق ما خبريش انا صح صوت فاخر وانا ما كيعني ما يدار عاد كنت تسناهم يصوروا كانت باقا تابعني 4 السوايع خصني تسناهم كانوا هما الفوق هذه كتوقع كتكون جاي حداك لبنان صغير لبنان صغير زوينه اخويا بلاد زوينه اخويا مدينه زوينه ما كانش عندي الوقت بزاف باش صح كان جاي بسرعه 24 ساعه ولكن اخويا زوينه ما بعرفت هي زوينه الاغنيه هذه ما بعرف